وهنا الحقيقة السؤال عن الوجود التركي في أفريقيا، ربما في المرحلة الأخيرة هناك إقبال تركي على القارة السوداء. ما هي فرص تركيا اليوم في مالي بعد الخروج الفرنسي؟ نجحت، أنا أعتقد أن تركيا نجحت نجاحاً كبيراً على الرغم من حداثة التوجه التركي إلى أفريقيا قياساً على الدول التي كانت لديها نفوذ سابق وقديم. ذلك لأن تركيا دخلت بنظرية الجميع رابح، يعني تبني جسور علاقات وتعيد حقيقة علاقاتها القديمة بأفريقيا. فتركيا في فترة الدولة العثمانية كانت متواجدة في عدد كبير في مساحات كبيرة من الجغرافيا الإفريقية، إضافة إلى أن لا ما يجمع الأتراك حقيقة بغالبية الأفارقة يعني. فهذا أيضا مدخل مهم جدا ومدخل سهل وسلس. فتركيا لديها حضور كبير في أفريقيا ولديها مقبولية، حقيقة نستطيع أن نقول لديها مقبولية في أفريقيا بتفاوت كبير ما بين الدول التي سمحت بأن بالتبادل التجاري والتعمق في العلاقات مع أفريقيا مع تركيا عفوا، وما بين دول يعني العلاقات الاقتصادية فيها قليلة. لكن بشكل عام تركيا تتواجد في أفريقيا تواجد كبير جدا، تطورت علاقاتها السياسية والاقتصادية بأفريقيا يعني تطورا كبيرا، ربما تعتبره الدول مهددا، الدول الأخرى مهددا لها لسهولة التغلغل التركي وتواجد حقيقة القوى الداعمة للدولة كذلك في المجالات التنموية الأخرى والإنسانية والدينية كذلك. حقيقة تتميز تركيا عن الدول الأخرى بمداخل أخرى سهلة في أفريقيا، وبالتالي أنا أعتقد هذه فرصة كذلك لأفريقيا أن لتركيا أن تعزز من تواجدها وتقوي من حضورها في الدول الأفريقية، خاصة أنها تتواجد تواجدا كبيرا في مالي في النيجر وفي عدد من الدول في غرب افريقيا. فهي مدعاه في ان تتواجد بشكل اعمق وان يكون لديها حقيقه يعني مستقبل مزدهر في افريقيا، من ضمنها من يعني مالي التي انا اعتقد انها ستكون ايضا رابحه بوجود التركي والمشاريع التي نعم. اشكركم شكرا جزيلا سيد محمد صالح ابراهيم مدير المركز الافريقي للابحاث ودراسه السياسات، كنت معي عبر سكايب ضمن هذه الحلقه من برنامج مسلمون حول العالم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، وحتى نلتقي في امان الله.